بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كنحيي جميع المتابعين والمشتركين على قناة سفيرة الطبخ المغربي. بالنسبة لوصفة اليوم كنقترح لكم معسلة بشكل جديد ومذاق أكثر من رائع، متأكدة أنها غادي تعجبكم بزاف. بكأس ديال اللوز فقط غنحضروا حشوة اقتصادية بذوق الليمون الحامض والزنجبيل المعسل. كنتحصلوا على مذاق لذيذ بزاف وكمية كبيرة اللي ممكن أننا نحتفظ بها مدة طويلة ولما كتفقد القرمشة. تابعوا الفيديو للأخير باش تعرفوا على مراحل التحضير. بسم الله على بركة الله. أولا غادي نحضروا العجين أو بديل ورق الفيلو. غادي نحتاجوا ليه 400 غرام من الدقيق الأبيض، من الأفضل يكون نوعية جيدة خاصة بالحلويات وضروري خاصو يتغربل. غادي نضيفوا قبصة ملح، ثم غادي نضيف ملعقة صغيرة من السكر حبيبات. غنضيف كذلك جوج ملاعق كبيرة ممتلئة من الزيت النباتي، ثم غادي نضيف كيس ديال السكر بنكهة زهرة البرتقال وزن 7.5 غرام. الا ما كانش متوفر عندكم تقدروا تعوضوه بجوج ملاعق كبيرة من ماء الزهر. غنضيف كذلك نصف كيس من الخميرة الكيميائية او خميرة الحلويات ما يعادل 4 غرام. وغادي نضيف نصف علبة ديال ياغورت طبيعي بدون سكر، وزن العلبة فهو 110 غرام. اذا ما كانش متوفر عندكم تقدروا تعوضوه بيضة صغيرة، ومن الافضل تكون في درجة حرارة المطبخ. من بعد غادي نجمع هاد المكونات جيدا مع بعض بالماء البارد، يعني ماء من الصنبور، وغادي نخلط هاد المكونات حتى كينسجموا ليا مع بعض. وبالنسبه للماء ما نضيفوش دفعه واحده باش ما كنتحصلوش على واحد العجين اللي كيجي رخو. ضروري هاد العجين خاصو يكون متماسك ما كيلتصقش باليدين، لانه من بعد ملي غادي نخليوه كيرتاح غادي تطلق لنا بزاف، هذا علاش نخليوه مجموع من الاول. من بعد غادي نوضعوه فوق سطح العمل وغادي نعطيه الشكل ديال الحربول باش كيسهل عليا انني نقسمه القطع اللي كيكونوا متساويين. في الاول غادي نقطعوا القسمين، ثم كل قسم غادي نعاود نحربلو نعطيه الشكل ديال الحربول، وغادي نقطعوا الخمسه ديال القطع اللي الحجم ديالهم خاص يكون متساوي. هنا تقدروا هاد العجين تقطعوه لكثر من 10 الا بغيتوا تحصلوا على طبقات توريق كثيره. من بعد غادي ناخذ واحد الصينيه غادي نرشها جيدا بالنشا اولا المايزينا، وغادي نوضعوا هاد القطع ديال العجين من بعد ما كنلولبوهم. انا هنا تحصلت على 10 ديال القطع. غادي نرش على كل قطعه عجين نشا باش ما كيلتصقش ليا مع البلاستيك الغذائي، وكنغطيهم جيدا. كنخلي هاد العجين كيرتاح قد ما ارتاح قد ما كيعطيني الطول. ممكن انكم تعجنوه في الليل وتخدموا به في الغد، اولا تخليوه على الاقل خاص يبقى واحد 45 دقيقه. من بعد بالنسبة للحشوة، في كاسرول فوق النار كنوضع واحد الكمية من الماء، وكنخلي هاد الماء حتى كيوصل لدرجة الغليان. ثم كنوضع واحد الكأس ديال اللوز تقريبا واحد 100 غرام، وكنخلي هاد الماء غير كيبدا كيغلي ليا كنطفي النار وكنزولو الكاسرول مباشرة. غادي نوضع هاد اللوز في واحد المصفات باش كيتصفى ليا جيدا من هداك الماء صافي، وكنفسخو. هنا تقدروا تفسخوه بالطريقه العاديه اولا توضعوه وسط بلاستيكه وتسدوا عليها حتى كيرجع ليه هذاك الصهد، وتفسخوه من بعد. من بعد كنغسل هذا اللوز مزيان وكنوضعو في واحد المنديل كنخليه حتى كينشف ليا تماما. الا عندكم الوقت خليه كينشف بحال هكا غير في الهواء الطلق، يعني ما تحتاجوش انكم تنشفوه بالمنديل. ملي كينشف غادي نقليه. هنايا بالنسبه لطريقه القلي ديال اللوز ضروري كنقليوه في زيت اللي كتكون بارده على نار اللي كتكون ما بين المنخفضه والمتوسطه. كنخليه حتى كيتقلى، وكيف قلت لكم كنخليو الزيت بارده باش كيتقرمش لينا حتى من الداخل. هنا اللوز ردوا معاه البال لا يتحرق لكم او لا يتحمر لكم اكثر من القياس، غير كيبدا كيبان لكم اللون ديالو بدا كيصفر شي شويه صافي تزولوه. انا هنا راه غفلت عليه غير شي شويه وتحمر ليا بزاف، فلهذا من الافضل خليو في اللون ديالو شي شويه فاتح باش ما كيتحرقش لكم وكيعطيكم من بعد المذاق ديال المروره. من بعد ما كيبرد اللوز غادي نوضعه في الطحانة، وغادي نضيف لي واحد ملعقة كبيرة ديال السكر حبيبات، وغادي نطحنوه جيدا حتى كنتحصل على خليط اللي كيكون بهذا الشكل. مباشرة من بعد غادي نوضعوه في واحد الإناء، وغادي نضيف ليه ملعقة كبيرة ممتلئة من الزنجبيل المعسل أو السكنجبير اللي قطعته قطع صغيرة جدا. الإضافة ديالو في هذه الحشوة كتعطي واحد المذاق رائع جدا، واللي كيعجبو المذاق ديال الزنجبيل يقدر يضيف كتر. هذا هو الشكل ديالو قبل ما كنقطعوه، كتلقاوه متواجد عند العطار أو لا عند المحلات اللي كيبيعوا اللوازين ديال الحلويات.
من بعد غادي نضيف ملعقة صغيرة ممتلئة من القشور ديال الليمون الحامض اللي كيعطي مذاق زوين بزاف بزاف مع السكنجبير المعسل ومع اللوز. غنضيف قبصة ملح باش كنوازنوا المذاقات، ملعقة صغيرة ممتلئة من الزبدة من الأفضل تكون نوعية جيدة، وغادي نضيف ملعقة صغيرة ممتلئة من الجليكوز. الدور ديال الجليكوز كيخلي هذه الحشوة كتبقى معلكة واحد المدة طويلة، وملي كندخلوا لهذه الحشوة للفرن ما كتيبش لينا مع هذيك الحرارة. من بعد غادي نخلط هذه المكونات جيدا مع بعض، عاد كنبقى كنضيف ماء الزهر بالتدريج حتى كنتحصل على واحد العقده اللي كتكون مجموعه على هذا الشكل. غادي نحتفظ بها جانبا ونمروا باش نشكلوا العجين. العجين من بعد ما ارتاح لينا مزيان كنرشوا سطح العمل عفوا بالنشا، وكنوضع اول قطعه وكنمددها بواحد السمك اللي كيكون متوسط على شكل دائري، كنوضعها جانبا. كناخذ ثاني قطعه دائما سطح العمل والسطح ديال العجين كنرشوه بالنشا. غادي نمدد هاد قطعه العجين بنفس القطر ديال القطعه الاولى، من بعد كنرشو جيدا النشا او المايزينا على القطعه الاولى ديال العجين، وكنوضعوا عليها القطعه الثانيه. كناخذوا القطعه الثالثه، وهنا ضروري خصنا نقادوا هاد الجوانب باش كيكون عندهم نفس القطر. كناخذوا القطعه الثالثه وحتى هي بنفس الطريقه، غادي نمددوها بنفس القطر ديال القطع الاخرى، ودائما ما بين كل قطعه وقطعه كنوضعوا نشا بنفس الطريقه. غادي نكمل حتى غادي نكمل خمسه ديال الكرات ديال العجين كنتحصل على هذا الشكل. هنا كيف ما قلت لكم في الاول قسمنا العجين على 10، كل خمسه غادي نخدموهم بوحدهم، يعني كل خمسه ديال الكرات كنمددوهم على شكل دائره، وما بين كل قطعه عجين والاخرى كنوضعوا نشا. كنخلي هاد جوج حصص ديال العجين كيرتاحوا واحد خمسه ديال الدقائق حتى كيعطيوني باش يعطيوني الطوى. من بعد غادي نرش سطح العمل بالنشا، وغادي نوضع ثاني غادي نوضع واحد الحصه ديال العجين، وغادي نرش سطح العجين بالنشا وكنمدد في الاول بهذه الطريقه. ضروري في الاول تمددوا بحال هكا، كتضغطوا على العجين من الوسط وانتم غادي للجوانب، لانكم الا مددتوا من الاول العجين بطريقه عاديه فهذوك القطع ما كيبقاوش مقادين، يعني التوريق ما كيبقاش مقاد. غادي نمدد العجين بواحد السمك اللي كيكون رقيق، ونركزوا مزيان على الجوانب باش ما يكونوش لينا غلط. من بعد غادي ناخذ واحد القطعه ديال البيتزا وكنقطع العجين على هذا الشكل. يعني مهم انه هاد الشرائط ديال العجين خاص الحجم ديالهم يكون صغير باش كنتحصلوا على معسله اللي كيكون الحجم ديالها صغير. الا خليتوهم كبار غادي يجيوكم المعسلات كلهم كبار. المهم بالنسبه لكل حصه ديال العجين راه كنتحصلوا على 32 قطعه، كيف ما لاحظتوا القطع كلهم كنقطعوهم بحال هكذا صغار باش كيجيونا معسلات زويونين وصغيورين. من بعد كناخذوا الحشوه، من بعد ما كنعطيها هذا الشكل. هنا راه ما كنحتاجوش واحد كميه كبيره ديال الحشوه، راه غير كميه صغيره وكتقضي لنا الغرض. غادي نوضعهم هنايا في الطرف، وغادي نكمل هاد الدوره كلها اللي عندي ديال العجين، ومن بعد كنلف العجين على الحشوه جيدا. هنا في الاول كنلفوا عليها مزيان باش الحشوه ما كتخرجش لينا. من بعد كنبقى كنمدد العجين المقابل، كيف ما كتلاحظوا كنمددوه مزيان باش كنتحصلوا على لفات كثيره ديال العجين، وكنتحصلوا من بعد على واحد الشكل اللي كيكون جميل. الطريقه راه واضحه وسهله جدا. هاد المعسله ما كتاخذش نهائيا واحد الوقت اللي هو كثير، كتوجد بسرعه والشكل ديالها راه كيجي زوين بزاف. بنفس الطريقه غادي نكمل هاد القطع كلهم اللي عندي ديال العجين، يعني هنايا غادي نتحصل على 32 حبه. وملي غادي نكمل هاد الحبات ديال اولا هاد القطع ديال العجين، غادي نمدد الحصه الثانيه ديال العجين حتى هي بنفس الطريقه، وغادي نقطعها بنفس الطريقه، وغادي نوضع عليها الحشوه وغادي نلفهم كاملين. في الاخير كنتحصلوا على 64 حبه، وهاد المقادير اللي عطيتكم ديال الحشوه راه كتقدكم مع المقادير ديال هاد العجين. من بعد ما كملنا هاد الكميه كلها اللي عندي، غادي نوضعهم في واحد اللاطه من بعد ما غادي ندهنوها بالزبده. من بعد غادي ناخذوا زبده من الافضل تكون نوعيه جيده، انا استعملت الزبده ديال العلبه، ذوبتها وخليتها حتى وصلت لها الدرجه ديال الذوبان، يعني وصلت ليا البيغ نوازيت. صراحه كتجي زوينه بزاف هاد المعسله. وكندهن جيدا هاد العجين، وخصوصا كنركز على هذوك المناطق ديال اللفات ديال العجين.
صافي ملي كنكملهم كندخلهم الفرن اللي كيكون ساخن جدا. بالنسبه لهذا النوع ديال المعسلات او البديل ديال العجين المورق او العجين الفيلو، الفرن خاصو ضروري نكونوا شاعلين عليه قبل من 10 حتى 15 دقيقه. كندخلوا هذه المعسلات كطيب في الاول على نار اللي كتكون مرتفعه المده ديال 10 دقائق، من بعد كنقصوا النار وكنخليها حتى كطيب على خاطرها. ملي كطيب كنهبطوها للاسفل حتى كتحمر، ومباشره ملي كنخرجوها من الفرن كنسقيوها بالعسل. العسل الا ما كانش عندكم سائل غادي تدفيوه شويه، كنسقيوها بعسل اللي كيكون بارد. اما الا كان عندكم عسل ثقيل دفيوه غير واحد شي شويه باش كيصبح القوام ديالو سائل، صافي وكتسقيوها مزيان. وكنخليوها واحد ليله كامله او على الاقل 3 ديال السوايع، من بعد كنوضعها هنايا في هاد الكويقطات ديال الحلوه، وكنوضعها في واحد العلبه. هنا الا بغيت نحتفظ بهم ونبقى محافظه على القرمشه كنوضعهم في واحد العلب، ومن الافضل يكونوا فرديه، ما نبقاوش في كل مره نحل العلبه وكناخذوا منهم هكذا كتمشي لهم ديك القرمشه. صافي وكنسيباري بيناتهم بورق الطهي، وكان هذا هو الشكل النهائي. معسله صراحه اللي كتجي زوينه بزاف، كنتمنى فعلا انها تنال اعجابكم، وجربوها واعطوني الراي ديالكم في التعليق، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم مع وصفه جديده. الى اللقاء.